دي الحديقة بتاعتنا، دي شجرة ايه الليمون كبيرة اهي، وحطينا في عصير الزرع، وده ايه طماطم، وده فلفل، وعندي فلفل اهي بدأت تطلع، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، دي فلفلاية. ده فلفل، وده ورد بس الله يرحمه يعني، وده ريحان، وده برضو فلفل، وده سفندي، شجرة سفندي، وده زعتر معنتر، ده السفندي، السفندي لك اهو. بس انا مستغرب برضو ازاي سفندي يطلع في البيت في الصيف يعني، بس عادي شغال. في كمان اسفندية كمان هيك اهي، وطبعا الحاجات دي حطيناها في قصرية صغيرة جدا، وشكرا.